ما لحق هسه يجوز بالاسبوع اشتغل 3 ايام. لا شيء يهدد مصير الشاب الكردي فرمان مثلما تهدده لعنة البطالة والسوق الراكدة، ومثل فرمان كثيرون باتوا أسرى المقاهي والكازينوهات في الأسواق والحارات، همهم الوحيد قتل الوقت في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تمر بالإقليم خلال السنوات الأخيرة. قبل كنت يعني أقدر أعيش لو يومين عندي 5000، بس هسه أنا متزوج عندي أطفال 2، شلون أعيشهم إذا ما أشتغل يعني دوم؟ إذا لم أحصل على عمل الآن متى سأحصل عليه؟ ومتى سيكون بإمكاني الاعتماد على نفسي لمعيشة أفضل؟ الشباب العاطل عن العمل في الإقليم يبدون في واد، ونقابة العمال الكردستانية في واد آخر، فهي تعلن عن الأسباب التي دفعت إلى الارتفاع غير المسبوق في حجم البطالة، لكنها تقف عاجزة عن إيجاد مخارج للأزمة التي باتت تهدد حياة الكثير من الأسر. الأشغال متوقف من جميع النواحي، 80% مثل ما قلت لك الشركات متوقفة، عمال متسرحين رايحين لبيتهم، يعني ماكو، ولهذا السبب، والسبب الفلوس ماكو، يعني سعر النفط ومجيء الدعاش ومجيء عمال الأجانب. الإحصائيات تؤشر تجاوز نسبة البطالة في الإقليم لحاجز 30%. يعتقد خبراء أن الجهات الحكومية أخفقت في سياستها التي تبنت نظرية إدامة القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وكان لذلك أثره السيء على واقع العمل والعمالة في الإقليم. ترشيق حجم القطاع العام ووقف التوظيف في القطاع العام، ما لم يتوقف هذا التوظيف مقرونا بتحسين مخرجات التعليم، فستبقى أنظار الشباب متجهة نحو القطاع العام لأنها وظائف سهلة ومضمونة. أمر مهم آخر وهو أهمية مساواة القطاعين، مساواة امتيازات وحقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص. أنواع البطالة في إقليم كردستان منتشرة، أسبابها واضحة وحلولها غائبة. يوسف المندلاوي، الحرة، أربيل.